وبنكمل كلامنا مع حكاية دكتور محمد ودكتورة تقى اللي راحوا صيدلية علشان يشتغلوا فيها ويقدموا على وظيفة. المرة اللي فاتت اكتشفنا ان دكتور محمد ابتدى ان هو يعرف ايه هي الواجبات بتاعته جوه الصيدلية ونسي يعرف ايه هي الحقوق بتاعته جوه المكان. النهاردة بقى دكتورة تقى طلعت انصح وقالت ان هي هتعرف ايه هي الحقوق بتاعتها جوه الصيدلية، فتعالوا بينا نعرف دكتورة تقى المفروض هتتفق مع صاحب الصيدلية على ايه. فكرة انك بتتفق على حقوقك وواجباتك جوه المكان دي بتخليك شخص متزن، بتشتغل وانت مبسوط، بتشتغل وانت راضي عن الحاجة اللي انت بتعملها ومش حاسس بقهر او حاسس ان انت بتشتغل بس انت مش مبسوط بالحاجة اللي انت بتعملها لانك ما بتاخدش المقابل للمجهود اللي انت بتقوم بيه. وطبعا دي نقطة مهمة جدا جدا. وطبعا لو انت اول مرة تشوف القناة، انا دكتورة ندى شعبان صيدلانية بقدم محتوى خاص بالصيادلة هنا على القناة. اشترك في القناة وفعل الجرس وشوف المحتويات اللي فاتتك وان شاء الله هتستفيد كتير. تعالوا بينا يلا نبتدي الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهاردة متقسم على 6 نقط، يعني انت ليك حقوق في 6 نقط رئيسية لازم تتكلم فيهم وانت بتتفق على الشغل مع الدكتور صاحب الصيدلية. طبعا احنا بنوصل لحتة ان احنا هنتفق على الشغل ديت لو انت كنت شخص رايح تقدم على شغل بشكل مباشر، فبتنزل تشوف الدكتور، الدكتور بيقيمك الاول يشوف هل انت اتدربت قبل كده ولا لا. وعلشان كده دايما بنصح اي صيدلي ان هو ينزل يتدرب في الدراسة، وما تعطلش نفسك انك تستنى بقى لحد بعد التخرج وبعد كده نبتدي نفكر اتدرب فين، ايه ده يا لهوي ده انا اتأخرت، المفروض كنت اتدرب من بدري، طب ليه احط نفسي في المواقف دي كلها؟ ما انا ممكن وانا لسه عادي في سنه اولى ما بتدرب مفيش اي مشكله خالص، اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه لو اتدربت فيهم ما شاء الله في صيادله بتشتغل حتى وهي لسه بتدرس من كتر ما هي بقت خلاص متشبعه وشاطره وبتكمل المجهود بتاعها جوه الصيدليه وانها تتعلم جوه الصيدليه. تمام. اول نقطه معانا هنتكلم فيها وهي فكره المرتب. طبعا اي حد فينا بيروح اي مكان المفروض ان هو بيقدم وبيعرف هو هياخد مرتب كام. للاسف في ناس بتشتغل وبتتحرج تسال هو انا هقبض كام، او هو مثلا قال لها انت هتاخد 1500 فخلاص كده هو هيسكت وياخد ال 1500. طبعا ده ما ينفعش خالص خالص. انت بتقيم الوضع اللي حواليك وبتبتدي تحدد على اساسه انت المفروض تقبض كام، على حسب ريت الصيدلية، على حسب شغل الصيدلية، على حسب مكان الصيدلية، على حسب الريت العام للساعة في المكان اللي انت بتشتغل فيه. على فكرة احنا هنعمل الفيديو الجاي ان شاء الله عن فكرة بقى حساب الساعة الصيدلية وازاي نحسب احنا الساعة بتاعتنا، لان في ناس ما بتبقاش عارفة وللأسف بيبقى في نوع من انواع اللي هو يعني هو مش فاهم فممكن ياخد اي مرتب وخلاص، او يتفاهم ان هو مثلا بياخد، يعني في صيادله بيبعتولي هم فاهمين انهم بياخدوا سعر ساعه عالي ولكن لما بنيجي نحسب مع بعض هو ما بياخدش سعر ساعه عالي ولا حاجه. نظام الحسبه يفهمه ان هو بياخدها عالي ولكن نظام الحسبه غلط فما بيديهوش المرتب المظبوط. فالمره الجايه برضو هنتكلم على حته الحساب بتاع الساعه لانها حاجه مهمه جدا وفي ناس بتحسب بكذا طريقه، فنعرف الطرق المظبوطه علشان نعرف نحسب احنا اللي لينا ايه. تمام. فالمرتب ما ينفعش حد يشتغل من غير ما يعرف هو بياخد كام، فدي نقطة مهمة جدا. في كمان نقطة مهمة جدا فكرة التدريب قبل الشغل، ودي بقى بتتحدد على حسب انت خبرة ولا مش خبرة. يعني مثلا نفترض ان انا روحت الصيدلية وانا بتدرب بقالي 3 سنين، فانا خلاص مش محتاج اصلا تدريب غير بس ان انا اعرف الاماكن بتاعه الاماكن اللي موجوده في الصيدليه، يعني اماكن الادويه ده بيتحط فين، الاقراص فين، المضاد الحيوي فين، مش اللي هي الحاجات العاديه اللي هو خلاص انا واحد فاهم انا مش محتاج تدريب كبير. فما ينفعش مثلا صاحب الصيدليه يستغل ان انت موجود مثلا فيقول لك انا هدربك شهر كامل. طب ما انت اصلا متدرب، بتتدرب ليه شهر كامل وببلاش؟ برضو يبقى الكلام يعقل. فساعتها تتناقش، طب يا دكتور حضرتك انا يعني انا اصلا مش محتاج تدريب، يعني حضرتك انا حضرتك ممكن بس كام يوم عم ابتدي افهم الدنيا مع حضرتك ونبتدي على طول نظام الشغل بتاعنا ونبتدي على طول نحسب الشغل. ولكن ما ينفعش مثلا تنزل الصيدليه تكون انت اصلا بتتدرب بقالك سنين او اصلا اشتغلت قبل كده وهو يحكم عليك انك كمان هتتدرب قبل ما تقعد عنده في الصيدليه. انا بشوف ان ده نوع من انواع الظلم بصراحه. تمام. ولكن بقى لو انت شخص اول مره تنزل شغل فصاحب الصيدليه من حقه ان هو يقيمك الاول ويبتدي يشوف هل انت المفروض تشتغل بشكل مباشر ولا يعني تقعد لك مثلا بتاع اسبوعين ولا حاجه. في الغالب الصح ان هم بيبقوا اسبوعين. تمام. في ناس بتستغل شويه وتقول لك شهر وهعينك، على حسب برضو انت وشطارتك. لو انت شاطر ممكن اسبوعين يبقى معاك تمام، يعني حاول ما تبقاش انت برضو ايه سايب الموضوع مفتوح كده، هو يقول لك شهر تقول له ماشي، يقول لك شهرين تقول له ماشي، مفيش حاجه اسمها كده. انت هتنزل شيفت كامل وهتشتغل وهتبقى بترص الطلبيات وبتعمل باللي احنا اتفقنا عليه الفيديو اللي فات بكل حاجه. تمام. فانت يعني شخص بتشتغل وبتيجي حضور وانصراف، فطبيعي ان يبقى ليك مرتب ويبقى ليك حاجات، وبرضو طبيعي ان انت يكون التدريب بتاعك يعني
في وقت قليل. يعني برضو بصوا السلاسل، لو احنا جينا للسلاسل، السلاسل دايما بتعمل برضو تدريب قبل ما الشخص بيشتغل، هما سيستمهم كده يقول لك هتقعد معانا مثلا اسبوعين تدريب، وساعتها مثلا الاريا مانجر بيبتدي يحكم على الشخص ويشوف هل هو هيشغله ولا مش هيشغله، او مدير الفرع او ايا كان. بس برضو ما بي يعني في ناس بتزود قوي في الصيدليات الخاصة في الفترة. في كمان مشكلة في الصيادلة ذات نفسهم بقى، يعني انت مثلا تبقى رايح الصيدلية فتروح قايل للدكتور الصيدلي ايه، انا ما اتدربتش قبل كده خالص ومعرفش اي حاجه، انا صفر. غلط، محدش يعمل كده. يعني ايه؟ انت كده اديت له انطباع ان انت ميح. انت عارف انت حتى لو انت في اسبوع اتنين ابتديت تشد نفسك، هو برضه هيفضل عنده الانطباع الاول السائد ان انت شخص ما انتش فاهم اي حاجه، تمام؟ لكن نفترض انك اتدربت مثلا شهر شهرين ثلاثه قبل كده، حتى لو فتره قليله، عرفت الفكره العامه بتاعت الصيدليه، بس انت لسه يعني مش شادد نفسك قوي، تقول له ايه ساعتها؟ تقول له يعني ان شاء الله يا دكتور، بص يعني باذن الله في خلال فتره باذن الله من اسبوعين كده ان شاء الله هتلاقيني ظبطت الدنيا، بس انا محتاجه اعمل ريفرش بس لدماغي شويه عشان انا اتدربت قبل كده وخلاص، تمام؟ يبقى انت كده انت اتدربت، لان في ناس بتبقى اتدربت ومتخيله ان هو لازم يبقى بيرفكت وهو رايح يشتغل. مفيش حد فينا بيبقى بيرفكت خالص، حتى صاحب الصيدليه نفسه بيقعد بيجيب اصناف جديده ما بيبقاش عارف عنها حاجه، وفي حاجات ممكن تعدي عليه لاول مره، فطبيعي ان انت في حاجات هتكون مش كل حاجه انت عارفها، تمام؟ احنا برضو واحنا قاعدين في الصيدليه بيمر علينا حاجات وحالات كتير، فانت طول ما انت قاعد في الصيدليه تتدرب وتظبط نفسك، وكل حاجه جديده تيجي تعرفها علشان يبقى انت كده بتعمل نوع من انواع التطوير الذاتي لنفسك بسرعه، تمام؟ لكن عشان اخلص مثلا منهج الكورس كامل، او اخلص منهج مثلا حاجه انا باخدها، او اذاكر كل الكتاب اللي في ايدي من الجلده للجلده وبعد كده بقى انا كده جاهز للشغل، غلط. ليه؟ لان انا اصلا لازم اطبق اللي انا بدرسه جوه الصيدليه. نفترض مثلا ان انا ذاكرت النهارده شابتر مثلا درماتولوجي، وعرفت مثلا الاكزيما وعرفت السورايسز وعرفت كل حاجه، تمام؟ جيت بقى انزل الصيدليه طبقت، قابلت حاله اكزيما وقابلت حاله سورايسس في خلال اسبوعين، عمرهم ما هيطلعوا من دماغي، خلاص انا كده طبقتهم على الواقع والحمد لله سبته معايا. انما انا ذاكرت النهارده درماتولوجي، وبعدين الاسبوع الجاي ذاكرت جي اي تي، الاسبوع اللي بعده ذاكرت سي ان اس، وانا عماله اذاكر اذاكر ومتخيل ان انا بقى لما انزل اطبق هفتكر، مش هتفتكر حاجه لانك ما طبقتش عملي، تمام؟ فالتطبيق العملي مهم جدا، والتطبيق العملي بيجي مع الوقت وبيجي وانت شغال، مش لازم تكون يعني 100% وانت رايح تتفق مع صاحب العمل على الشغل. في حاجات احنا بنطورها طول ما احنا قاعدين، اجيب كتاب واذاكر في الصيدليه، اذاكر في البيت بعد ما اروح، اطور من نفسي بقدر الامكان، وهتفضل طول عمرك تذاكر وانت جوه الصيدليه علشان تقدر تواكب الموضوع اللي بيحصل، وكل يوم هيقابلك حاله جديده تدخل تدور عليها. وزي ما اتفقنا الفيديو اللي فات ان في حاجات او ادوات بتساعدك، منها التطبيقات الطبيه اللي موجوده، الابلكيشنز اللي بقت ماليه الدنيا خلاص ما ينفعش تكون ما بتعرفش تستخدمها. وفي كمان معانا النقطه رقم 3، لو انت قعدت ساعات زياده المفروض طبعا انها تتحسب لك اوفر تايم، وبتعرف الاوفر تايم بيتحسب ازاي. احنا مش قاعدين في الصيدليه ده شغل، فالمفروض ان انا مثلا قعدت ساعتين زياده يتحسبوا لي، قعدت مثلا نص ساعه زياده مش مشكله زميلي عم يجي لي، ولكن في بعض الصيدليات بتهزر في بعض الاحيان، تلاقي مثلا ان الصيدلي اللي قاعد الشفت الصباحي مثلا جاي من 8 ل 4، زميله جاله الساعه 6 مثلا، معلش لا ده من حقي انا مش من حق زميلي، زميلي جاي متاخر يتحسب له خصم ويتحسب لي انا الاوفر تايم بتاعي. دي حقوق والحقوق ما بتزعلش، تمام؟ للاسف احنا عندنا الدنيا بتبقى سايحه في بعضها كده في الموضوع ده، فتلاقي الدنيا مش مظبطه. عشان كده الناس اللي بتبقى شغاله بالبصمه او شغاله بدفتر حضور وانصراف بتبقى افضل بكتير جدا من الفكره دي، تمام؟ فناخد بالنا كويس. انما الحاجات الانسانيه العاديه اللي هو مثلا زميلي اتاخر عليا يوم، عادي مش مشكله، نشيل بعض مفيش مشاكل، حد اتاخر شويه، حد عمل شويه، مره كل اسبوعين ثلاثه ماشي. لكن واحد طبعه كده ويوميا انا اللي بشيله ويوميا هو بيتاخر، لا معلش انا اسفه ده اوفر تايم ليا ويتخصم منه هو علشان هو يلتزم بعد كده ويجي في الميعاد بتاعه، تمام؟ نقطه مهمه جدا، ما تخليش حد يستغل المجهود بتاعك، علشان المجهود بتاعك ده انت بتبقى يعني عامل مجهودك ومظبط نفسك. فكره ان انا مثلا عارفه ان الدكتور فلان موجود في الشفت، صاحب الصيدليه ممكن يكون مش موجود في الوقت اللي انتم موجودين فيه في الصيدليه، فانا عارفه مثلا ان الدكتور محمد موجود في الوقت الفلاني ودكتوره تقى موجوده في الوقت الفلاني، فدكتور محمد عمل الشغل بتاعه ودكتوره تقى عملت الشغل بتاعها، ممكن دكتوره تقى تكون شاركت بحاجه زياده، مجهودك انت من حقك ان هو يظهر، مفيش مش من حق حد ان هو ياخد مجهود حد،
والناس اللي بتحاول تبقى وصولية في المكان، او الصيدلي اللي ممكن يبقى عنده حتة ان هو ايه يبان اكتر عن زميله، والكلام ده الكلام ده كله مش صح، ودي تصرفات مش اخلاقية خالص. فنبقى مركزين، احنا نازلين زمايل، محدش يضرب في حد ولا حد يعلي على حد جوه المكان، احنا بنشتغل والشاطر هو بيبان لوحده من غير اي مجهود اضافي. تمام؟ كمان رقم 6 بقى، ودي النقطة الأخيرة معانا، وهي نقطة مهمة جدا جدا، وهي دور المساعد جوه الصيدلية ودورك. دي نقطة منك أنت، بمعنى إن أنت اللي تعرف تظبط القاعدة دي. يعني مثلا أنت بتشتغل في الصيدلية، ففي معاك مساعدين في المكان، حتى لو أنت دكتور صيدلي جديد، ولكن أنت حاطط الحدود بتاعتك المظبوطة من البداية. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي بنقولها في كورس تدريب برضو، على فكرة ايه هي الحدود بتاعتنا في التعامل مع المساعد. عدم رفع الألقاب، ما ينفعش ان احنا يبقى علاقتنا ببعضها في الشغل كده فتلاقي نفسك انت في الاخر اتخذت كده بقينا اصحاب. مادام بقينا اصحاب وشلنا الألقاب خلاص كده مع السلامة، احنا في شغل، الشغل حاجة والصحوبية حاجة. تمام؟ فانت كمساعد معاك في الصيدليه، مساعد معاك في الصيدليه ليه كل احترام، شخص بيعمل شغل مهم جدا، وانت صيدلي وبتعمل شغل مهم جدا، ولكن لما هنيجي على الريوم بقى والناس واقفه المرضى، انت اللي المفروض تقف. لو انت شاطر على فكره، لو انت شاطر علميا وعندك ثقه في علميه في نفسك، مفيش اي مساعد هيقدر يجي جنبك. تمام؟ هيخاف منك اصلا. الفكره ان العلم فعلا، انا دايما اقول لكم كده، العلم بيخوف. يعني لما تلاقي ان الشخص اللي واقف معاك ده شاطر، هيقف يسمع لك وايه ويركز كده، الدكتور ده على فكره شاطر، ده ما بيقولش اي حاجه. كمان في ناس كتير بتقع في غلطه ان هو بيروح يتعلم من المساعد جوه الصيدليه. مع حضرتك لو اتعلمت من المساعد فهو هيشوف نفسه عليك، ما ينفعش خالص. تمام؟ ففكره ان انا اتعلم من المساعد لا، فكره ان انا اسال المساعد اسئله علميه او افهمه حاجات جوه الصيدليه، او ابتدي اقول له ايه على فكرة انت ما بتفهمش في الحتة الفلانية، ده كله غلط وده كله تقليل، وده كله اصلا كانسانيا مش حاجة حلوة على فكرة خالص، ولا ليك ولا للمساعد. فتبتدي تعمل مشاحنات ما بينكم وبين بعض. اولا مفيش وجه مقارنة ما بينك وبين المساعد، الجوب ديسكريبشن مختلف خالص، محدش هيعرف يظبط الجوب ديسكريبشن غيرك انت بس. انت اللي بتعرف تحدد اذا كان المساعد ده يعمل كذا وكذا وكذا، وانت بتعمل كذا وكذا وكذا. مع الوقت هيبتدي يتعود على طريقتك. طول ما انت شاطر علميا وبتعرف ترد على المريض وثابت نفسك بشكل كويس، عمر ما حد هيجي ناحيتك، بالعكس هيبتدي هو كمان يسمع لك ويمشي مع كلامك. تمام؟ فنركز جدا في النقط اللي انا قلتها دول، 6 نقط، كل نقطة منهم اهم من النقطة اللي قبلها. وزي ما قلت لكم، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوفه علشان يبقى رابط الدنيا كلها في بعضها. النقط دي لازم تتوضح قبل ما تشتغل في اي مكان علشان تبقى انت شغال وعارف، لان دي النقط اللي بتعمل الخلاف. يجي بقى الصيدلي بعدها مثلا يعني بفترة قليلة يرجع يقولك ايه، انا يعني بصراحة اتخنقت وما عدتش شغال تاني في الصيدليات دي، الصيدليات فعلا وحشة، فعلا وحشة، انا ما عدتش شغال. وتلاقي واحد تاني شغال وزي الفل وما عندوش اي مشكلة، في واحد حط حدود وفي واحد ما حطش اي حاجه خالص. تمام؟ فاتفق عشان ما ترجعش تبكي على اللبن المسكوب. ولو اي حد عنده اي غلطه من الحاجات اللي انا قلتها دي يبتدي يعدلها تاني. لو حد عنده اي اسئله في الكلام اللي انا قلته، او اي حاجه، او اي تعليق، او عايز يسال في حاجه محدده، يسيبها لي تحت في الكومنتات برده وهجاوب عليه ان شاء الله. والمره الجايه نتكلم عن سعر ساعه الصيدلي وازاي نحسبها مع بعض بقى، ونشوف الموضوع خطوه بخطوه مع بعض. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتعرفوا زمايلكم على القناه، علشان المحتويات اللي بتنزل دي بيتبذل فيها مجهود كبير جدا من تحضير واديتنج وكل حاجه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير، ودمتم دايما متميزين يا دكاتره. سلام عليكم.